سلام حبوباتي، كي داير؟ لاباس عليكم بخير؟ الصحيحه لاباس، امور هانيه هانيه مهنيه. جلست هنايا في الجريده نبدا معكم الفلوق ديالي. مرحبا بكم عندي، مرحبا بيا عندكم في قناتي وقناتكم ابداعات وفاء. الا كنتوا اول مره كتفرجوا فيا فما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، هبطوا داك الزر الاحمر اللي في التحت ديروا ابوني وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تحرمونيش من التعليق ولي لايك ديالكم اللي كيشجعوني وكيدعموني باش نستمر. ودعمونا الله يجازيكم بخير باش نلوح فيديوهات وبلوغات جداد ان شاء الله. اضاءه هنايا ما كتبانش مزيان الصراحه، كاينه الشميشه ولكن حيت كاينه في الجريده هكا، كاين الشجر، الضو ما كاينش، نقلبوا على الضو. المهم يا البنات، وحق الله الا حالتي كنضحكها بزز والله العظيم، مريضه الصراحه. شنو نقول لكم، دازت عليها 3 ايام بقيت هي في الدار، والله ما خرجت فيه. قلت لي يوم نخرج نحرك شويه الجيلاتي ونمشي للفارماسيه نجيب الدواء، واللي درتها ها انتم معايا، ودعوا معايا بالشفاء الله يجازيكم بخير، وها انتم معايا وما تنشفي. المهم يا البنات، غادي في الفارماسيان غادي نعبر هاد ديال الضغط ونقول لكم باش البنات نخليكم معايا باش تشوفي. المهم يا البنات، خرجت من عند الفارماسيان وما قدرتش نصور لكم مزيان، عرفتوا علاش؟ لان الفارماسيان عامر كاع الناس مرات المساكن، الله يشافيهم، الله يشافيني حتى انا. وعبرت يا البنات، عبرت طونسيو وشريت شريت يا البنات هاد فيتامين دوليبران وفيتامين سي او ميم طو، يعني منو دوليبران منو فيتامين سي. وخديت يا البنات، خديت قلت لكم راه دخت، عبرت يا البنات الطونسيو والدقات ديال القلب. قال لي هذاك ديال الفارماسيان راه كلشي عندك مزيان، الحمد لله والشكر لله، لان حسيت براسي هاد الايامات والله العظيم الا حسيت براسي مريضه بزاف، وقلت بلاتي نعبر الطونسيو ونعبر ونشوف اشنو كاين. المهم هادشي اللي كاين احبابي وحباباتي، الحمد لله على كل حال وعلى اي حال. صافي، هذا مكان غادي نمشي دابا، هنا قريب ليا، نمشي عند العطار حتى هو من الفرباسي للعطار. والله الا نديرو شويه ديال الدواء ديال الفرباسي، شويه ديال الدواء ديال العرب، شويه ديال الدواء ديال الاعشاب. نمشي البنات عند العطار ناخذ عنده يا البنات شويه ديال القرنفل تا هو باش نطيبو ونشربو، تا هو زوين الصراحه البرد، وزوين هكا الحلق وزوين كلشي. وخليكم معايا ما تمشيو فين البنات. جيت ناخذ البيض هذا ب 18، هذا اللي خديت ديال 18، هذا الصغير ب 17، وهذا بدرهم، وهذا بشحال ديال السمن؟ 260. هذا ديال السمن يا البنات 260، 18 وحده. انا خديت غير واحد خمسات البيضات هكا البنات. جيت عند واحد مول الشفناج، المهم ها هو الشفناج كما كتشوفوا، ها هو ناخذ شويه الشفناج وخليكم معايا ما تمشيو فين. ها هو الشفناج يا البنات، ما شهيتكم شحال توحشتو. المهم يا البنات، واش كتسمعوني؟ كنت عند العطار وجبت عنده القرنفل يا لالا، وعطاني واحد جوج حبات في درهم، وقلت لي عطاني جوج درهم، المهم زاد لي واحد درهم اخرى حيت داكشي قليل اللي عطاني. المهم قاضي غرض وخلاص وصافي. من تماك شداتني السقفة، ما عرفت مالي يا البنات، شداتني الدوخة على قد الله أكبر. قلت بلاتيك ماشي الجوع، ودخلت لواحد السناك تماك تلاقيتو كيدير حوت ديال الكواري، ماشي حوت الكواري، حوت الشركات، حوت الشركات، ومع ديك بطاطا اش كيقولوا ليها معقوده، ودنجال ولاصوص والبصله والحار، داكشي واعر يا لالا، واعر واعر واعر. وبثلاثه دراهم يا البنات، ثلاثه دراهم داك الساندويتش، والله الا تشهيت اصلا السرديله هكا. صافي وكليتو، ما صورتش لكم حيت اختكم شدات هاد الدوخه. كليتو هو الاول،
صافي جايه هكا شفت الناس كيتقداو الشفنج المهم خديت حتى انا الشفنجه ديالها لا اربعه ديال الشفنجات بحال سخونين والله الا ما كرهت شي بريري ديالها تاي دابا 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 ناكلو بعد الشفنجات ولكن يمكن غنخليه طال الدار خليه طال الدار ان شاء الله ونعمر واحد البريري ديالها تاي اخليكم معايا تشوفي هما البنات شوفوا البريري ديالي عزيز عليا البنات هذا البريري الصغير كيدير اتاي من داك الشيء الرفيع المهم نسيت ما قلتلكش ما قلتلكمش رجعنا للدار المهم ها هو الماء تغلى الماء غلى غادي نهزو هكا حيت كنصور بيد وشاده بيد نهز اتاي بسم الله نكبو نكب اتاي ديالي نسد القريعه ما نحطها حتى نرجع نسدها صافي نخلي اتاي نقص عليه شويه العافيه هكا هنايا فاش مشيت طرقت الحانوت جيت عندو النعناع والشيبه يقدر غادي نديرها يا البنات الشيبه اللي غندير شوفوها كي زوينه شوفوا الشيبه يا البنات خضراء فنه والنعناع كذلك المهم الطريقه ديال الشيبه راه كيعرفها كلشي لحسن الحظ حنا المغاربه عندنا هاد اتاي هذا يعني زوين حتى القهوه تتعجبني الصراحه القهوه تاعي كتعجبني نشد واحد العريش باش ما عزيزش عليا انا هذا يكون كثير الشيبه تكون كثيره حيت كتجي حاره شويه نديروها في الكويس ديالنا اوبس 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 هاتاي فاض يا البنات هاتاي فاض مهم نكبو شويه نكسو بيه الشيبه ونربطو هذا تاني يتشحر شويه صافي نحطو على جنب دابا غادي نهز المقيله ديالي نسخن فيها الشفنجات وندير شويه ديال البيض نهز ديك الشيبه نحطها في البريريد وها نتوما معايا البنات الشفنجات الشفنجات ديال البنات حرقتهم شويه هذا كاين ماشي مشكل غيجيو مقربلين نتوما يا البنات غنحطهم هنايا يا بسم الله حيت كنت جهدت على المقله ما رضيتش البال هنا غنديروا شويه ديال السكر نزيدو عليه حتى نخلفوه صافي يا البنات غادي ندوزو نديرو البيض هنا يا البنات كما كتشوفوا عندي هنايا شويه ديال السمن ياكو يا البنات السمن يا البنات تشهيت ندير به البيض ايوا صافي داكشي اللي غنديرو غنهزو شويه ديال السمينه ديروها نديروها في هكا في المقيله يا بسم الله دخل نرسو البيض انا نيت يا بسم الله نزيد الثانيه صافي البنات بالنسبه لهذا بالنسبه للملحه ما غنديرش ليه الملحه غنخليه غير هكا على درت البيض غير على حسب باش ناكل شويه ديال الدواء شويه ديال البيض وشويه ديال الخبز وشويه ديال الشفنج اللي تشهيتو وكاس ديال اتاي اما راه كاع ما قديت والله العظيم ما قديت كاع النوض مطيب مهم ها نتوما البيض كيتبربق صافي راه طاب قلت ندير غير شي حاجه خفيفه بحال هكا صافي نجمع هاد الروينه زعما ندي هاد الخير ناكلو ونشرب الدواء والناس ان شاء الله دعوا معايا بالشفاء نفيق غدا ان شاء الله اون فورم وها اتاي ديالنا نخلفوه نوريكم الكويس كي داير
بسم الله. درتي الشيبه البنات، واش واقيلا الشيبه ما كديرش، الشيبه ما كديرش، ما كيداش ليها الرزه. الشيبه واقيلا ما كديرش ديك الكسكوسه يا البنات، ماشي بحال النعناع. المهم هانتوما كبيتو بعد سنين طلعوا الفوق. المهم هذا الشيء اللي كاين احبابي وحباباتي، وشكرا لكم بزاف. ما تنساونيش ملي لايك، دعمونا بلي لايك، دعمونا بلي جيم لي جيم لي جيم بلي جيم لي جيم لي جيم عفاكم، ولي كومونتير بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، وما تنساونيش ماشي تعليق زوين بحالكم يا الناس الزوينين. الى فيديو اخر او فيديو او فلوق اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.